حاليا اليوم راح يكون درسنا في بناء موقع عن طريق الجوجل سايت. أول شيء أنا موجودة في الصفحة الأساسية اللي هي صفحة الجيميل، بفوت على الأدوات اللي عندنا هون، بضغط على المزيد من الأدوات، هي موجودة فوق أيكون 9 مربعات، بنزل لتحت زي ما شايفين عندنا هون مسجل الموقع، بضغط عليها وبحط هنا عندي، بضغط على إنشاء المستطيل الأحمر الموجود على جهة اليمين، إنشاء، بضغط على إنشاء. طيب بضغط على إنشاء زي ما قلت، وبكتب عندي هون اسم الموقع باللغة العربية، عنوان الموقع إيش رح يكون، مثلا ماء الحياة، وهون عندي تحت بكتب اسم الموقع باللغة الإنجليزية. ليش؟ لأنه كل موقع عمليا لازم يكون له عنوان في اللغة الإنجليزية عشان أدخل عليه، يعني أنا بكتب الموقع في اللغة الإنجليزية مش بالعربية لما بدي أدخل عليه. فمثلا مجرد إشي بكتب اسم موقع باللغة الإنجليزية. عندهم في عندي إمكانية إني أحط مظهر عدسوب معين للموقع، في عندي إمكانيات، أو بقدر أنا أخليه فاضي لاحقا إني أحط العدسوب الملائم. فرضا حط هذا العدسوب، وبعد ما اختار العدسوب بكتب اسم الرمز اللي مسجل عندي باللون الاخضر باللغة الانجليزية، بكتبه على اساس انه أأكد على عملية بناء الموقع انشاؤه، وبالنهاية بضغط فوق عندي على انشاء الموقع. طيب زي ما شايفين انه كتبت الكود غلط، برد اكتبه كمان مرة. طيب انا هون انا لازم اسم الموقع غير متاح لانه في شخص ثاني استخدمه، فانا هون بكتب بختار اسم ثاني او بضيف عليه، وبضغط على انشاء الموقع. هو حاليا قاعد ينشئ لي وببني لي في الموقع. طيب هاي هي صفحة الموقع. في البداية اليوم راح يكون درس مركز في بناء الجوجل سايت. اولا راح نبلش كيف اضيف الجوجل سايت فيديو، صورة، ملف سواء جوجل درايف او اداة معينة، وكمان راح نتركز في اضافة صفحات، وراح نتركز كيف انا بتحكم بها الصفحات، وين احطها، مين قبل وين اول. وبعدها راح ننتقل لادوات الشريط الجانبي واضافة شريط افقي، وفي النهاية راح ننتقل للعتسوب تصميم الموقع نفسه في النهاية. نكمل الدرس عن جوجل سايت. إذا بضغط عندي مثلا أضيف ملف معين، عارضة، ملف وورد، صورة، فيديو، إذا بدي أضيف هاي الأشياء كلياتها على الموقع إيش بساوي؟ بضغط على إدراج. إذا بلاحظ عندي في البداية، خلينا نبلش مع الملفات الموجودة عندي في الدرايف. إذا بتطلع عندي هون ملفات، إذا بفتح على الدرايف على السهم عندي بفتح لي أنواع الملفات اللي أنا بقدر أضيفها، إذا كانت مستند، رسم بياني، عرض تقديمي، باوربوينت، سواء كانت باوربوينت عن طريق المبنية عن طريق الجوجل درايف أو باوربوينت عادية، أي ملف من هاي أنواع الملفات بدي أضيفه بضغط على نوع الملف الأول. بدي أضيف ملف وورد، بضغط على مستند مثلا، أو بدي أضيف ملف جوجل دوكس، بضغط على جوجل درايف، بفتح لي هاي ملفات جوجل درايف اللي عندي، بضغط على الملف اللي عندي بحمل إياه، وهاي زي ما شايفين عرض لي إياه. هاي بالنسبة كيف أقدر ألاقي أضيف ملف درايف، وإذا بضغط هسه حاليا الملف مش مبين عندي، عشان أقدر أشوفه بضغط على حبل، وهسه حاليا الملف بين عندي زي ما شايفين، كثير سهل للاستعمال. ليه؟ لأنه بدل ما أنا أحط لينك على الموقع رابط والطالب يدخل للرابط، الرابط يتوجه للجوجل للملف الجوجل دوكس ويبلش الطالب يعبي فيه. إذا بحطه بهاي الطريقة في الموقع بيكون أسهل بكثير، لأنه بقدر أعبيه طوال وهو موجود في الموقع بدون ما أتعب حالي. هاي كيف بقدر اضيف ملف جوجل دوكس. بس اهم اشي انتبه انه ملف الجوجل دوكس معمول له شيتوف. ايش يعني؟ انه مشترك، انه مش بس انه احط انه مين نوعية الاشخاص اللي يشوفوه، يعني لازم احط انه يكون الملف عام، اي شخص يقدر يشوفه. بس برجع على الدرايف عشان اعمل هاي الخطوة، بفتح على الملف اللي انا عملت له شيتوف او اللي بدي اعمل له شيتوف، وزي ما شايفين عندي هون بغير، بكيم الخاص
بضغط عليها وبحط بدل الخاص بحط تعديل، بحط الأولى عام على الويب وبحط حفظ. وهسا أي شخص عندي بقدر يشوف، بفوت على الموقع بقدر يعبي النموذج ويشوفه. هاي بالنسبة لي للنموذج. بخلص بضغط على كمان مرة تعديل، بدي أدرج أخرى ملف إدراج. وزي ما ذكرت عندي عدة أنواع ملفات موجودة عندي هون اللي بقدر أضيفها في الدرايف. بضيف على تقديمي بنفس الطريقة، بضغط على عنزة تقديمي، بختار سواء كان في الدرايف أو يعني حملته على المحشيف. بس أهم شيء إذا بدي أرفع ملف باوربوينت، ملف وورد، لازم أرفعه على الدرايف عشان يقدر الأشخاص يشوفوه. وطبعا زي ما ذكرت برفعه بنفس الطريقة، إشي اللي يكون ظاهر مش إنه ملف يتنزل. طيب نفس الطريقة اللي بنطلع عنا هون، في عندي إمكانية إن أنا أضيف أدوات ثانية. إذا بضغط على هين المزيد من الأدوات، هاي عمليا شايفين هالأدوات اللي فوق هي أدوات أنا بقدر أضيفها، أنا بقدر أختار أضيفها ولا لأ. هي مش موجودة في جوجل بس هي بتيح لاستخدامها، مثل المفكرة، الساعة، موسيقى، كل هاي أو اليومان، كل هاي الشغلات هي عبارة عن أدوات. عشان أفوت لها بضغط على المزيد من الأدوات وبختار الأداة اللي بدي إياها. زي ما ذكرت كمان مرة إدراج المزيد من الأدوات، بضغط على عام وبكتب اسم الأداة اللي بدي إياها. بدي موسيقى بحط، بدي مفكرة بحط، بدي ساعة بحط، بدي يومان بحط، وأدور. أنا بختار، في عندي ملان، عندي عدة إمكانيات مش بس ساعة واحدة موجودة، عدة ساعات. بختار مثلا الساعة اللي أنا بدي إياها اللي عاجبتني، بضغط عليها. هو عامل زي ما شايفين هون جاب لي هكدروت، بدي أغير الوقت لأناسبه للبلد اللي أنا فيه وبتبين عندي. نفس الطريقة بضغط على حفظ علشان تبين الساعة. وهي الساعة زي ما شايفين بينت عنا على الصفحة. كمان مرة بضغط على تعديل إدراج، بضغط على المزيد من الأدوات، مثلا بدي موسيقى معينة. في نفس الطريقة بدور. طيب إذا أنا مثلا بدي أضيف صفحة، بنفس الطريقة شايفين هاي عنا المربع في زائد، بضغط عليه بتح لي هاي الصفحة. بحط اسم الصفحة اللي بدي إياها، هل هي صفحة رئيسية، تخطيطات دروس، مثلا بكتب تخطيطات الدروس، هاي اسم الصفحة. وبختار عندي نوع الصفحة، يعني في عندي أنواع صفحات، أو بتكون صفحة ويب عادية، أو بتكون صفحة إعلانات زي اللي بنشوفها في المواقع. مثلا بدي أوريكم مثال على شو المقصود بصفحة إعلانات. شايفين هاي الكلمات عن يعني الأخبار اللي بتطلع، هاي عمليا هي إعلانات. فأنا بقدر أحط عن هالشكل يكون عندي صفحة إعلانات. نفس الطريقة بضغط على الإعلانات وبفتح لي إياها. كمان عندي قائمة، ممكن عندي أكون في عندي عدة أنواع للصفحات اللي أنا بقدر أختارها. إحنا بشكل عام نختار صفحة ويب، بضغط على إنشاء. طبعا أنا لازم أكتب اسم الصفحة باللغة الإنجليزية لأنه لازم يكون للصفحة عنوان باللغة الإنجليزية. بسميها ستام، أي اسم، رقم، اسم اللي لازم يكون في رقم معين أو كلمة باللغة الإنجليزية اللي تكون عنوان للصفحة اللي إذا أنا بدي أدخل عليها. لا أنا بقدرش أكتب، ما فيش عنوان للصفحة، رابط للصفحة باللغة العربية، فبيكون عادة في اللغة الإنجليزية في الجوجل. طيب هاي بالنسبة عنا لنوع الصفحات. زي ما شايفين ظهرت عندي هاي الصفحة اللي أنا بنيتها، تخطيطات الدروس. بدي أبني كمان صفحة بنفس الطريقة، بختار نوع الصفحة وببني الصفحة عندي بشكل طبيعي. مثلا صفحة ملفات، بقدر أبني صفحة ملفات اللي أحط فيها كل الملفات اللي مرفوعة في الموقع، زي تكون صفحة تجمع كل الملفات. بضغط على إنشاء نفس الطريقة شايفين عندي هون، هو بيجيب لي بضغط نوع الملف اللي بدي أضيفه. هو كل هاي الملفات بحط لي إياها في صفحة واحدة، أنا بضغط على نوع الملف إذا نقلها لمحل معين، لملف معين موجود عندي في الموقع. هاي كل الإمكانيات بقدر أحطها صفحة واحدة اللي تكون موجودة. فإذا أضيف مثلا جوجل درايف أو ملف وورد، بضغط على نوع الملف الموجود في المحل وهاي بحط لي الملف هون، بصفت لي إياه في صفحة واحدة. هاي كمان عندي إمكانية، هاي إضافة الدرايف، هاي الأيقونات الموجودة هي بتسهل علي الدخول للصفحة. إذا بدي أضيف روابط في الشريط الجانبي، بضغط على إعدادات، تعديل تنسيق موقع الويب، وبضغط على إشارة زائد فوق اللي عند الشريط الجانبي، هاي الإشارة بضغط عليها وبنزل لتحت بختار الثالثة اللي هي نص، بضغط على نص بحط إضافة.
زي ما شايفين نص، بضغط عليها حط إضافة. عملية إضافة إمكانية إني أضيف نص، بضغط عليها كمان مرة. مثلا بدي شو إيش أكتب اللي بدي أكتب، مثلا رابط واحد، أعمل هاي الكلمة ارتباط تشعبي، بضغط عليها بعلم عليها، بضغط على هاي الإشارة اللي هي الارتباط التشعبي، وبنسخ اللينك اللي بدي إياه، بضغط على عنوان الويب لأنه هو عنوان ويب اللي بدي أحطه، بحط لصق، بحط موافق موافق. هاي زي ما شايفين ضف لي اياها. هاي هي طريقة اذا بدي اضيف، بدل ما افتح صفحة خصوصي اسهل لي انه انا اجي احطهم في الشريط الجانبي، اسهل اني افوت عليهم، واسهل للي بدي يفوت على الموقع يتصفحه. هاي بالنسبة لطريقة اضافة صفحة روابط معينة في الشريط الجانبي. طيب اذا بدي مثلا انا اغير ترتيب الصفحات، يعني انا مثلا مش عاجبني ترتيب الصفحات، بديش مثلا تكون صفحة رئيسية اول اشي، او بديش الفيديوهات تكون الثالثة، بضغط على الاعدادات، تعديل تنسيق موقع الويب، بضغط على الشريط الجانبي نفسه، وبقيم هاي امكانية تنظيم التنقل تلقائيا، بقيمها هي محطوط عليها صح، بقيمها وبضغط عندي تحت على اضافة صفحات، وبضيف الصفحات تاعت الموقع اللي بدي احطهم في الشريط الجانبي. كل الصفحات اللي بدي احطها بالشريط الجانبي بضيفهن، الصفحة الرئيسية اللي تدرس كلياتهم بضيفهن، اللي بدي احطهم بس في الشريط الجانبي ضفتهن. عندي هاي الاسهم اللي على جنب، هي اللي على الشمال هي بتعطيني امكانية اني اتحكم من اللي تحت، مثلا بضغط تحت، بضغط على الصفحة، بحط على السهم اللي تحت، بصير ينقل لي اياها تحت. في عندي امكانية اضغط مثلا على هاي الصفحة بدي تكون مثلا ضمن الصفحة الرئيسية تابعة الها، بضغط على السهم اللي على الشمال، بديش اياها بضغط على السهم اللي على اليمين. هاي الطريقة انا بقدر اني اتحكم في وين اي صفحات تكون تابعة لمين. فاذا بدي صفحة الفيديوهات تكون تابعة لتخطيطات دروس، بضغط على السهم اللي على الشمال، بحط موافق، اغلاق. واذا بتطلع عندي هون صفحة الفيديوهات صارت تابعة لصفحة تخطيطات الدروس. طيب لإضافة شريط جانبي بضغط على إعدادات كمان مرة، تعديل تنسيق موقع الويب، وبضغط على التنقل الأفقي. هاي الطريقة أنا تحت الإمكانية إنه يكون عندي شريط أفقي. إذا شايفين هاي هو الشريط الأفقي اللي عندنا، بضغط عليه وبضيف الصفحات نفس الطريقة. الصفحات اللي بدي إياهن يعني يكونن في الشريط الأفقي بضيفهن عندي هون، عشان أنا كمان مرة أقدر أتحكم فيهن وين أحطهن، مين تابع على مين. وزي ما شايفين ظهرن عندنا هون. هاي كيف اضيف انا شريط افقي. خلصت نفس الطريقة. هاي عملية بشكل عام الامور الاساسية في بناء الموقع. بعد ما مشينا كل هالخطوات، كيف هسه نعمل تنسيق الموقع؟ اضغط على اعدادات، ادارة الموقع. واذا شايفين عنا ادارة الموقع عملية موجود فيها كل هاي الشغلات اللي حكينا عنها، بقدر افوت عليها من هون. بضغط على اخر واحدة اللي هي الالوان، المظاهر والالوان. والاولى اذا شايفين عندي هنا، في عندي إمكانية إن أحط بدل ما أحط ريكة أحط لون عمليا للموقع. هيك أنا بهي الطريقة مثلا بختار، أو في عندي إمكانية أختار خلفية للموقع. مثلا إذا بدي أختار خلفية معينة بضغط على الصورة هاي، وبختار الخلفية اللي أنا بدي إياها، اللي بدي أحطها خلفية للموقع من الحاسوب الخاص فيي. هو عمليا بورجيني إياها، وإذا أنا بدي إياها بضغط فوق عنا على اليمين على حفظ الأيقون الأحمر. في عندي إمكانية ألغي الإشي، في كمان إمكانية إنه رأس الموقع أحط له خلفية أو يكون شفاف، في إمكانية إنه مثلا هاي الطريقة. في عنا هون كمان العنوان، أي هين بتحكم بعنوان رأس الصفحة، العنوان إذا بدي العنوان يكون مثلا أي لون، حجمه إذا كبير أو صغير، هين هاي الأشياء بتحكم فيها هون. فإذا مثلا بدي أغير الخط بضغط على الـ A وبغير لي الخط. طيب زي ما ذكرنا بنفس الطريقة كل هاي الأمور برجع، مثلا إذا رأس الموقع بدي أغير العنوان، أضغط عليها. إذا شايفين عنا، إذا شايفين عنا في الشاشة، بضغط على إيه، بحط اللون اللي بدي إياه. وهون زي ما شايفين عنا كمان اللي تحتيها، بتحكم في الخط، في حجم الخط. نفس الطريقة بضغط عليها
وبختار الخط اللي أنا بدي إياه. عنوان الصفحة كمان، عنوان الصفحة، الصفحة نفسها، كل صفحة، يعني صفحة التخطيطات الدروس، صفحة البداية، المقصود الصفحات الفرعية. نفس الطريقة عند منطقة المحتوى بتحكم في عنوان الصفحة والخط نفسه الموجود في كل صفحة، بتحكم فيها عند منطقة المحتوى، مثلا الرؤوس، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، كل هالشغلات الصفحات كلياتهم بتحكم فيها عند منطقة المحتوى. يعني إذا شايفين عندي جايب لي كل الصفحات عمليا اللي مبنية عندي في الموقع، وأتحكم فيها بشكل أوتوماتي. كيف أنا بدل ما أرجع لكل صفحة وصفحة موجودة عندي، بختار الصفحة اللي أنا بدي أغير الخط فيها، وبتحكم في الخط، نوع الخط، وبغيره. أدوات منطقة المحتوى نفس الطريقة، في عندي إمكانية كمان أحط خلفية للمحتوى إذا بدي، أو لون يكون عندي للمحتوى إذا أنا بدي. أدوات الشريط الجانبي بتحكم فيها هون، بضغط على أدوات الشريط الجانبي إذا مثلا بدي أغير العنوان، إذا بدي عنوان مثلا، العنوان نفسه الشريط الجانبي هو عنوان، إذا مثلا بديش يكون عنوان، إذا مثلا بدي أغير اللون، النص معين نفسه، النص صفحة مثلا تخطيطات دروس إذا بدي أغيرها، ونفس الإشي التنقل الأفقي. بس أخلص بضغط على توجه الموقع، هو بيعرض لي الموقع النهائي اللي عملته لحد الوقت الحالي. هاي بالنسبة لطريقة تنسيق الموقع نفسه. إذا مثلا أنا بدي خلصت الموقع، بضغط على مشاركة إنه أنا خلصت الموقع بدي أنشره، وين عمليا بنسخ الرابط. أحيانا بيكون عندي مسجل غير متاح، فأنا بضغط على تغيير. إذا أنا مثلا موقع محطوط إنه خاص، وأنا مثلا محطوط أو عام، مثلا فرضا موقع محطوط إنه عام أي حدا يقدر يشوفه، وأنا بدي أجري تعديلات على الموقع، بضغط على تغيير وبحط مثلا خاص، أو مثلا بدي أحط عام. إذا مثلا هاي الطريقة بتحكم أي أشخاص يشوفوه. في عندي إمكانية إني أضيف مالك للموقع، مش بس أنا الوحيد اللي صاحبة الموقع يكون أكون مالك الموقع، بقدر أضيف شخص اللي تشارك عندي يكون معي أونر للموقع، مالك للموقع.